مشاهدينا بالهنا فقرة تغذية، فقرة تهتم بكل جوانب التغذية وفوائدها الصحية. الليلة هتكون معانا أستاذة ليلى حمو أخصائية التغذية. مرحبا بك يا أستاذة ليلى. مرحبا بك دكتور إيمان، ومرحبا برنامج قزوزة. الليلة هنتكلم عن حاجة موجودة في كل بيت سوداني، يعني كل بيت سوداني عندهم القرفة أكيد، وبنستخدم القرفة في الأغلب لنكهتها ولطعم الجميل، لكن كثير من النكهة لأنه عندها فوائد صحية كثيرة. يعني الليلة دايرين نتكلم عن أهم الفوائد الصحية للقرفة، أكيد عندها أكثر من 20 فائدة صحية، لكن الليلة الوقت ما بيسع لنا نتكلم عنهم كلهم، هنهتم إنه نتكلم من أهم الجوانب الصحية للقرفة. تكلمينا عنها أستاذة ليلى. كويس، القرفة عندها فوائد كثيرة. كويس، دايما احنا هنا كسودانيين ما بنخطها ان هي حاجة علاجية، بنفكر ان هي دايما شنو حاجة تزكي لنا الاكل او بنستخدمها استخدام خفيف، ما بنخطها كحاجة هي ممكن تساعدنا بحاجة بسيطة وموجودة ومتوفرة. فالقرفة عندها فوائد كثيرة. كويس، نمرة واحد بتساعد على مريض السكري ان هي بتخفف له السكر في الدم. كويس، لانه فيها ماده بتساعد على شنو زياده فرز الانسولين في الجسم، فده بيساعد على شنو ان الجلوكوز يمتص بصوره طبيعيه. لكن ممكن يعتمد عليها تماما، يعني اذا كان مثلا السكر النوع الاول او الثاني يعتمد على القرفه ويخلي الانسولين مثلا هي او الحبوب. مفيده للنوع الثاني من السكر، نعم، اللي هم الناس بيكونوا اغلبيتهم هو بيكونوا بيعتمدوا على التغذيه الطبيعيه، نعم. او ممكن يكون التغذيه جزء من العلاج، يعني بتعمل على انخفاض السكر في الدم، بتعمل على، لكن اكيد بجرعات محدده، يعني اللي سيد السكر برضو ما ممكن ياخدها بجرعات كثيره خلال اليوم. ايوه دايما برضو لانه هي بتعمل على زياده الانسولين زياده كثير، فما ممكن يستخدمها بكميه كبيره. فممكن قبل الوجبه بنص ساعه يستخدم معلقه يدوبها في مويه دافيه، بعدك يستعملها قبل كل وجبه. طيب احسن لنا احنا تكون مسحونه ولا احسن لو انها تكون في شكل عيدان، يعني انقع الاحسن يا ولا ما بتفرق؟ دائما العيدان دي هي دائما اي حاجه تكون على طبيعتها غير ان هي تكون فيها عمليه، نعم. دي هي مسحونه فهي حصل لها بروسيسنا، حصل لها عمليه، نعم. فدائما اي حاجه على طبيعتها احسن، لانه عشان تكون فيها كل الحياه ما فقدت قيمتها. تخفض السكر في الدم ده معناته ممكن برضو بيساعدنا في الرجيم، يعني احنا ممكن ندخلها في برنامج بتاع الرجيم القرفه اذا تقلل لنا نسبه السكر في الدم. اكيد هي بتساعد على الرجيم، لكن لازم الزول اللي بيكون يعني داري يخسس وزنه، نعم، لازم يستعملها بطريقه صح. يعني في دائما الناس بيكون بيستعملها بكميات كبيره او بيكونوا عاملين رجيم قاسي وبيشرب القرفه وبيعملوا رياضه، فده ممكن يعمل لهم ضرر، نعم. فبيعمل لهم شنو، انه مثلا ممكن ناس يخشوا في انخفاض في السكر شديد، والحاجه دي ممكن تخش في قوه وممكن تؤدي الى وفاه جزء من الناس. عشان كده انا بنصح انه الزول لازم يستخدمها بكميات معقوله، ولازم يكون متابع مع اخصائي التغذيه. ما يستخدمها يعني بكميات كبيرة. أيوة. وبالنسبه للكوليسترول والدهون في الدم برضه بتساعد على تقليل الكوليسترول، لان هي بتساعد على شنو الجسم التخلص من الكوليسترول السيء او اللي هو شنو الدهون الثلاثيه، نعم، ايوه، بتنقصها لينا، بتقلل لنا. أيوة. وبالتالي ممكن مرضى ارتفاع ضغط الدم كلهم يعتمدوا برضو على القرفة، لانه بيكون دائما مصاحب لهم ناس السكر ارتفاع في الدهون، ممكن يستفيدوا من الحاجه دي فيهم. كبيرة. طيب هسه بعد ما احنا تكلمنا عن فوائد مهمه، انه احنا مهمه لنا القرفه جدا في انخفاض مستوى السكر، ومهمه في الرجيم، مهمه في نقص الكوليسترول في الدم، دي كلها فوائد عظيمه حقيقه، وده الاكثر مرضين احنا عندنا في السودان اللي هو السكر وارتفاع ضغط الدم. ممكن هسه بعد الحلقه دي نلقى كل الناس بدوا ياخذوا القرفه بكميات كبيره. أيوة. انت نصحتي بانه ناخذها في كميات محدوده، هل هي امنه لكل الناس، الحوامل، الأطفال؟ هي ما لكل الناس، الحامل دائما يعني ننصح ان هي ما تستعملها، لانه هي بتساعد على تقلص الرحم، نعم. فهي دي ممكن تعملها اجهاض او ممكن تعملها انه ولاده مبكره، نعم، كويس، فيمنع استخدامها اثناء فتره الحمل، لكن ممكن قريب للولاده او مثلا خلاص هي حاسه بالالم ممكن تشرب، لانه ده هو بخفف من الام الولاده. يعني بس في لحظه انه حاسه ان الولاده قربت او كده، لكن عموما في اثناء فتره الحمل نهائي ما تشرب قرفه، منع عديل كده، يعني منع عديل. وبالنسبه للاطفال لان هي حارقه، فاطفال اقل من 4 سنين ما يعني ما يشربوها.
ما يشربوها. أيوة. كمان القرفة بتزيد المناعة، يعني ممكن الزول اللي عنده نزلات، عنده التهابات مختلفة بكتيرية فيروسية برضو يستفيد منها. أيوة ده الأيام دي كمان طبعا مع البريد ده بنصح كل المشاهدين إن يستخدموها، لأنه هي بتخفف من النزلة والالتهاب وبتشيل كل المشاكل في الجهاز التنفسي، ومع البرد ده احنا محتاجين لها، يعني بتزيد المناعه، بتقوي المناعه. ايوه فوائد عظيمه حقيقه. في كميه من الفوائد الثانيه برضو هي بتستعمل، بتدخل في صناعه المعجون، هي بتقلل من الالام حقه الاسنان، بتشيل كل البكتيريا في الفم، فبتقوم شنو هي بتخلي انه النفس يكون بصوره طبيعيه، برضو بتساعد على المعده والجهاز الهضمي، انه مثلا لو زول استخدمها تكون مفيده بالنسبه له. لكن بالنسبه للناس اللي عندهم قرحة او عندهم اي مشكله في الاثنى عشر فهي ما ينفع هم يستعملوها لانه هي حارقه. فلازم يكون انت عندك مثلا اضطرابات المعده عاديه، عندك طمام، عندك استفراغ، فهي شنو مهدئه، فهي بتكون استخدامها كويس في حاله زي دي. يعني اذا مرضى القرحه، اذا كانت القرحه في الاثنى عشر او القرحه في المعده بالنسبه للحوامل، بالنسبه للاطفال دي الممنوعين خالص، نستفيد منها كثير في انقاص السكر وانقاص الكوليسترول وانخفاض ضغط الدم. دي فوائد عظيمه للقرفه. من الليل احنا هنمشي على القرفه طوالي. الم الاسنان لو زول برضه جاوا اي الم بالليل، طيب في الم الاسنان احنا ناخدها بشكل بودره يعني، ولا هي برضه ممكن نعملها كمعجون نطحنها، ممكن المطحونه دي معاها حبه عسل، نقوم نعملها عسل نحل اصلي، بتسكن الالم، بتسكن الالم. ايوه دي من اهم، في 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 جوانب ثانيه صحيه بنستفيد منها، ولا دي من اكثر الجوانب؟ دي من اكثر الجوانب. القرفه لو اتخلطت مع الجنزبيل فيها الفايده بتزيد ولا بتضر، ولا هي يحبذ انها تكون براها؟ يحبذ ان نستعملها براها، لكن في حالات في الحته حقت المعده لو عملناها مع الجنزبيل ممكن تنفع، لكن ما في فائدتها الغذائيه بتقل لو عملناها في شكل اكل، يعني مع الملاحات ولا كده؟ لا ما بتقل الفايده، لكن بس ما بنكون مستخدمينها بالكميه المطلوبه، يعني الناس بتستخدمها بس حاجه كده، هي شنو ذرات، ان هي بس تزكي الاكل، ما بتكون حاجه كعلاجيه او كميه المطلوبه يعني. اذا احنا احسن نستخدمها براها من غير ما تكون مخلوطه مع حاجات ثانيه، ومع الجنزبيل برضو احسن هي تكون براها. استفدنا منك كثير جدا جدا، وان شاء الله المره الجايه في نوع غذاء مختلف وفوائد صحيه مختلفه. شكرا لك شديد ان شاء الله. شكرا مشاهدينا الاعزاء، خليكم معنا.